سؤال، كم مرة عديتوا في موقف صعب وحسيتوا بالسلبية؟ ارفع يدكم. كم مرة الموقف السلبي ده أحد سمع عنه وجاء قال لكم خليكم متفائلين؟ ما طفشتوا من الموضوع؟ أنا طفشت منه صراحة. دكتور جون كاتشيبو عالم في جامعة أوهايو، وهو من واحد المؤسسين حقون العلم الأعصاب الاجتماعي، يتكلم عن شيء مرة جميل. عمل دراسة أخذ فيها متطوعين وحب يقيس الكهرباء اللي تخرج من القشرة الخارجية للدماغ. حط لهم صور إيجابية وسلبية ومحايدة. وجد إنه الصور السلبية أكثر كهرباء خرجت من الدماغ أما الشخص شافها. أنتم مستوعبين إنه السلبية تؤثر علينا أكثر من الإيجابية أو المحايدة؟ طب ليه ما نستخدم طاقة زي كده اللي هي أحسن من الإيجابية لأنها أقوى؟ لأنها تحفزنا إن إحنا نوصل لشيء اللي إحنا نبغاه، تحفزنا إن إحنا نوصل لـ our goal. أنتم مستوعبين شيء زي كده طاقة أكبر قديش ممكن نوصل؟ طيب لو فكرنا كيف نقدر ناخذ الفشل أو السلبية أو الإحباط أو الاكتئاب لشيء كويس؟ الاستراتيجية ببساطة عتاد خطوات. الخطوة الأولى إنك أنت تغير نظرتك للشيء. بكل بساطة أنت ما تغير نظرتك للسلبية أو تغير نظرتك للفشل فأنت بتحسني منه. وإيش أحسن من إحنا نستدل بقول الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد ايش تخيلتوا احنا قد ايش نكره الفشل؟ ما حد يبغى يفشل، ما حد يبغى يكون محبط، ما حد يبغى يكون زعلان او حاسس بالسلبيه. قد ايش ممكن ربنا يجعل فيه خير كثير؟ والايه الثانيه ربنا بيصف الغم فاثابكم غما بغما بمثوبه. عمركم تخيلتوا الغم ممكن يتصف بمثوبه؟ ما قال فاصابكم، قال فاثابكم. المهم طيب الخسارة نعمة. فكرتوا قبل كده انه الخسارة ممكن تكون نعمة؟ صح؟ حلو. كيف ممكن تكون نعمة؟ هذول ناس مرة مشهورين صح؟ في احد هنا ما يعرفهم؟ كلنا نعرفهم. إنجازاتهم اتكلمت عنهم قبل أسماءهم، ستيف جوبز، جي كي رولينج، أوبرا، كل هدول الناس. بس إيش كان في شيء مشترك بينهم؟ إن هدول الناس قبل ما نجحوا خسروا. ما بتكلم عن الخسارات اللي هي المادية أو الأشياء اللي هي في الشغل أو العمل، أوكي؟ بتكلم عن خسارات أشخاص وخسارات. يعني مثلاً جي كي رولينج قالوا لها إنك أنت مكتئبة حادة، كانت بتاخذ أدوية، بس الاكتئاب حقها ألهم شخصيات عديدة في كتابها. فكرتوا قد إيش ممكن خسارة الشخص تديك فرص إنه يجيك أشخاص أحسن في حياتك؟ أو خسارة عملك يديك فرصة إنك أنت تلاقي عمل أحسن؟ أو ممكن تصنع عملك بنفسك، تعمل your own business؟ طيب كلام الناس دافع. حتقولوا لي هذول الناس عاشوا في زمن غير من زماننا وما هم عايشين في مجتمع حقنا اللي مره محبط. انت بنت، انت ما حتقدري توصلي لشيء، انت ما حتقدر تعمل حاجه عشان انت ما انت ذكي في الدراسه، او انت ما حتقدر توصل لشيء عشان وعشان 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 وعشان. مجتمعنا للاسف سلبي للاسف. طب ممكن يكون هذا شيء كويس. كلام الناس دافع. سويت سيرفي بسيط، حبيت اسال الناس حكوني قصصكم، ابى اسمع. قولوا لي قصصكم عن اشياء انتم نجحتوا وصلتوا لها، ناس قالت لكم انكم انتم ما تقدروا توصلوا لها. وهذه كانت الاجابات. انا ما عندي فولورز كثير في تويتر، بس يعني ما حطيته جاتني اجابات منها مره ملهمه وتبكي، ومنها كانت من جد مفرحه. كلام الناس دافع. لا للخوف. احنا للاسف خايفين من الفشل، خايفين من السلبيه، خايفين من الاكتئاب. ليش
ما الوحسر مثلا ما يبغى يقدم على الجامعة لأنه خايف إنه ما ينقبل، أو خايف إيش كلام الناس حتقول عنه، إنه هو والله ما نجح أو ما وصل أو شيء زي كده، أو خايف إنك أنت تفشل. افشل، تبغى تكون مكتئب اكتئب. أنا أبكته في تويتر إن أنا حزينة، أحد حيجي يقول أنا نسية، أيوة أنا نسية. طيب وبعدين؟ أطلع لنا في نفسي أيوة، أخلي السلبية هذه تبنيني، أتعلم منها، أتعلم من إن أوصل يعني خلاص لآخر حاجة ما أقدر أستحمل، أتعلم. يقول لك الإلهام والابتكار يجي من اللحظة اللي تكون خلاص هي النهاية، أوصلوا للنهاية. سلال الخوف. طيب ما بعد هذا اليوم وخلف هذه الجدران، كنا سمعنا تيد توكس، سمعنا ناس كثير تتكلم، وسمعناك انت دحين بعدين تتكلمي، وممكن اكون انا فشلت في التوك حقي، ما حزعل انا حكوني تعلمت. مظبطه صاحباتي. طيب ايش حتتعلموا؟ طيب وبعدين فين حتروحوا؟ جوا الكيس كل واحد فيه مفتاح، افتحوا كياسكم دوروا في مفتاح، مفتاح شفاف مكتوب عليه إلهم، إنك أنتوا مصدر إلهامي. أيوة أنتوا عارفين ليش؟ لأنه أنتوا اللي بتكافحوا كل يوم، وأنتوا اللي بتوصلوا، وأنتوا اللي حتوصلوا حتى لو ما وصلتوا دحين، أنتوا اللي بتتعبوا كل يوم، أنتوا اللي قصصكم مو كل الناس تعرف عنها، أنتوا الأبطال الضل الحقيقيين. عندكم ثلاث شروط للمفتاح. الشرط الأول إنك تحدد أو تحددي هدف واحد، بسيط أو كبير، حددوا هدف واحد. الشرط الثاني إنكم تدوا المفتاح هذا، إنكم تخلوا المفتاح هذا قدامكم، يعني محفظتك في الكيتشين حقتك، المهم تفكر نفسك إنه أنا أؤمن بسلبيتي وأنا أؤمن بفشلي. الشرط الثالث هو إنكم تدوا المفتاح ده لشخص ثاني قريب أو بعيد، شخص يعز عليك أو ما تعرفه، وتحكيه عن الثلاثة شروط، وتحكيه عن السلبية، عشان نبغى نوصل لكل مكان، ونبغى يكون بدل دائرة الكارما دائرة الإلهام. فالسلبية هي اللي تبني الشخص. طبعاً أنا طبعت المفاتيح من قبل ما يكون عملت التيد توك، وكان الهدف حقي إن أنا أعمل تيد توك. المفروض احد يديني شيء. خليت مفتاح واحد في محفظتي عشان اوصل لهدف، هدفي كان ان انا ادي التيد توك ده، حابه ادي الاستاذ بندر المطلق، حابه اديك مفتاحي. استاذ بندر Thank you for being an inspiration. آمنوا بسلبيتكم لأنكم أنتوا عقول المستقبل. شكرا. تنمو بشباب تسمو تهديها روح.